الجمهور ديالك فاش كيرتاح؟ فاش كتلقى التجاوب ديال الناس؟ واش في العقليه الشبابيه ولا في الجمهور ديالي؟ اكيد مع عمرك غادي ترضي الجميع، يعني كل واحد وعنده واحد الميول امبوسيبل انك تبدلو 100%. ولكن لما كتهداك مثلا الطربي كتعطي اغنيه خفيفه ولكن فيها احساس، فيها سلطنه، فيها انغام جميله، راه اكيد غيسمع لها. لما ايضا حتى داك الشبابي كتعطي واحد الاغنيه مثلا اللي هي واخا رومانسيه ولا مثلا فيها ايقاعات سماعي ولا رباعي ولا ايقاع ثقيل، ولكن حلوه خفيفه، الجمله الموسيقيه ما فيهاش واحد الشارج ديال الكلمات، كيتقبلها. يعني حاولت من خلال التجربه ديالو، من خلال حتى الاراء الناس، نخرج بواحد النتيجه باش دائما نرضي للماكسيموم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.